اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، ومن اليابان الى البيت الكبير الاستاذ ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي طبعا للجنه الاولمبيه. ازيك يا استاذ ممدوح؟ مشرفنا ومنورنا وسعداء بيك جدا. الله يخليك، وانا سعيد جدا انا بقابل حضرتك بقى لي فتره. بقى لنا فتره ما تقابلناش. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ويعني سعداء جدا بوجودك معانا، ودايما الحقيقه بيشرفنا وجودك معانا. انا سعيد جدا وجودي في البيت الكبير النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي، فحاجه اتشرف بيها جدا. ربنا يخليك. الاول الاستاذ ممدوح الششتاوي، طبعا انا عارف مين هو الاستاذ ممدوح الششتاوي، لكن للجمهور بقى، الاستاذ ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنه الاولمبيه. انا عارف انت بقالك بسم الله ما شاء الله فتره طويله في هذا المكان. 2015 في اللجنه الاولمبيه، لكن الباك جراوند بتاعت كل انا جاي من باك جراوند سياحه وفنادق. أكثر من 25 سنة في إدارة منشآت فندقية، شركات عالمية خارج مصر وداخل مصر. هو إدارة اللجنة الأولمبية كإدارة منشأة، فأنا ما بدخلش في حاجات تكنيكال، حاجات فنية، أنا بدير كمنشأة حاجة رياضية. ممكن يعني اللي أنا دراستي أو الإدارة اللي أنا اشتغلت فيها إن أنا ممكن أدير مصنع، أدير شركة، أدير حاجة إدارياً. أيوة. وليس فنياً. فده الدور اللي أنا بقوم بيه. فعشان كده الحمد لله في الفترة اللي إحنا اشتغلنا بيها، ما جه اللجنة الأولمبية في سنة 2015 اختاروني أن أشتغل، فالحمد لله كان في نجاحات، هي نجاحات قايمة بيها اللجنة الأولمبية طبعًا. كلها مع بعضها كمنظومة نجاحات طبعًا. الحمد لله وصلنا بها الارقام زي ما انت شايف دلوقتي، الحمد لله حاجه كويسه قوي. مطبات كتيره خلال 6 سنوات، يعني في طبعا جوه كل نجاح بتلاقي دايما او بتلاقوا كلجنه اولمبيه مطبات كثيره، ولكن الحقيقه خلينا نبدا باللجنه الاولمبيه او بالبعثه الاولمبيه اللي موجوده في اليابان. 6 ميداليات، ميداليه ذهب، ميداليه فضه، 4 ميداليات برونز. هل ده نعتبره ان هو جيد؟ ولا لان انا الحقيقه لما قريت التقرير ما قبل السفر الى الاولمبياد كان كل الاتجاه ان احنا هناخد 4 ميداليات، او لو خدنا 3 أو 4 ميداليات هتبقى حاجه جميله جدا وحاجه بالنسبه لنا انجاز كبير. ممكن نشرح للناس ايه الموضوع؟ لان الناس مش عارفه 6 ميداليات دي يعني ايه؟ هل نقدر نبارك؟ هل نقول لا احنا عايزين اكتر من كده؟ عايزين طبعا اكتر من كده، ولكن ايه اللي ممكن يحصل؟ وليه 6 ميداليات نقدر نقول فيهم مبروك؟ هايل قوي. لازم نتكلم على الرياضة أو البعثة الأولمبية أو اللجنة الأولمبية أو دور اللجنة الأولمبية في وصول الرقم اللي احنا وصلنا له 6 ميداليات. الرقم ده اللي هو يعتبر لم يحقق في خلال تاريخ الرياضة المصرية أو اللجنة الأولمبية من تاريخ إنشائها، فده ما نقول ده رقم، فرقم قياسي، رقم عالي جدا. طيب البعثة المصرية كانت قوامها ايه؟ 138 لاعب ولاعبة، فيهم 48 فتاة. نسبة سيدات في تواجد في الرياضة، ده بيدي انديكيشن او انطباع كبير جدا لاهتمام الدولة بالرياضة عامة وبرياضة السيدات خاصة. فده حاجة مهمة جدا، وبلس ان هو ما نتكلم على نجاحاتهم هم بس مش بيشاركهم للمشاركه، لا بيشاركهم وبيحققوا نتائج. لما بنقول 50% من النتائج الميداليات سيدات، فيبقى ده دليل ان هم مش داخلين بس كماله عدد، لا لديهم دور كبير جدا ودور قوي. من يعني ما تقول النسبه 48 3 منهم سيدات جايبين ميداليات، وبنسبه العدد الفرق الباقي الرجال 3، يبقى دليل ان السيدات اقوى ولهم دور كبير جدا. واهتمام الدوله وسياده الرئيس اما جه هنا في ريال، ده حاجه كانت هايله جدا، واهتمام الدوله المصريه بالسيدات. طيب الاعداد، نشوف الاعداد للبعثه الاولمبيه بقاله فتره قد ايه وشغالين فيها. ابتدى الاعداد لهم من 2017. اعداد اللي بتقوم بيه الاعداد ده بيطلب الاتحادات المعنيه كلها، بتضع الخطط بعتها للجنه الاولمبيه بتناقشها معاها فنيا. والمره دي كان في ميزه كويسه قوي ان تواجد وزاره الشباب والرياضه برضو في اللجنه الفنيه معانا كويس يعني جدا. يعني كان في اللجنه تواجد بعض اعضاء من وزاره الشباب والرياضه كلجنه فنيه لمناقشه الخطط الخاصه بالاتحادات الرياضيه. أيوة. توافق عليها من اللجنه الاولمبيه وممثلي وزاره الشباب والرياضه
في اجتماعات متتاليه لفتره طويله جدا، والدعم المادي بتاعها اكدته الوزاره وبعتته في اوقاتها، وده ما كانش فيه تاخير فيه خالص في حاجه زي كده.